بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبد الله التلمساني رحمه الله، ووقفنا عند الشرط الثالث من شروط الأصل في القياس. قال رحمه الله: الشرط الثالث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال التلمساني رحمه الله: الشرط الثالث أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم، وإلا بطل الخصوص. وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام: قسم نص الشرع على الخصوص فيه أو ثبت الإجماع على ذلك، وقسم لم ينص الشرع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل، وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى. فقد، أحسن الله إليكم. وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى. فأما القسم الأول فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، فإنه كان مخصوصا بذلك ومشتهرا به من بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه لو ألحق به غيره لجرى القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد في الشهود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، وكاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير حتى صار يدخل على عائشة رضي الله عنها من غير حجاب. وفي معنى هذا ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولا يلحق به غيره فيها. وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا. نعم، تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن القياس له أربعة أركان: الركن الأول الأصل، والركن الثاني العلة، والركن الثالث حكم الأصل، والركن الرابع الفرع. وكل واحد من هذه الأركان الأربعة له شروط، ومعرفة هذه الشروط مهمة جداً، لأن ذلك يؤدي إلى المحافظة على القياس. وهذا هو المنهج القسط في الاحتجاج بالقياس، فلا يعمل بالقياس هكذا من غير شروط، بل لا بد له من شروط تحقق المقصود من الاحتجاج به، لأن عدم اعتبار هذه الشروط يعتبر إسرافاً وغلواً في القياس. ولهذا اهتم علماء الأصول اهتماماً كثيراً
ببيان شروط كل ركن من هذه الأركان الأربعة. وكنا في المجلس السابق شرعنا في ما ذكره المصنف رحمه الله من شروط الأصل، والأصل كما تقدم معنا هو المحل المقيس عليه كما هو مذهب جمهور العلماء. وعرفنا أن الشرط الأول من شروط الأصل أن يكون حكمه ثابتاً، لأنه إذا كان حكم الأصل ليس ثابتاً لم يمكن إثباته في الفرع، لأن المقصود من القياس كما عرفنا أن يثبت حكم الأصل في الفرع. فإذا لم يكن حكم الأصل ثابتاً فإنه لا يمكن أن يثبت حكم الفرع في الأصل، حكم الأصل في الفرع، لأن حكم الأصل ليس بثابت أصلا. والشرط الثاني أن يكون الأصل حكمه مستمرا غير منسوخ. أما إن كان منسوخا فإنه لا يصح أن يقاس عليه. وذكر المصنف رحمه الله في تضاعيف هذا الشرط مسألة، وهي لو كان الأصل فيه حكمان فأكثر فنسخ بعضها، فهل يصح القياس على المحكم الذي ليس منسوخا أو لا؟ والجواب كما عرفنا أنه يصح القياس عليه لأنه مستمر غير منسوخ. وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من هذين الشرطين شرع في الشرط الثالث من شروط الأصل، وهو ألا يكون مخصوصاً بالحكم، أي ألا يكون حكم الأصل خاصاً به. فإن كان حكم الأصل خاصاً به فإنه لا يصح القياس عليه، وذلك لأننا إذا قسنا غيره عليه فهل يكون الحكم خاصاً به؟ لا يكون الحكم خاصاً به، بل يتعدى إلى غيره، لأن القياس كما عرفنا هو تعدية حكم الأصل للفرع. فإذا كان حكم الأصل خاصاً به وقسنا عليه غيره فإنه تلغى ماذا؟ تلغى خصوصيته. وإلغاء خصوصية ما دل الدليل على أنه خاص لا يجوز شرعاً. فإذا قيس على شيء خاص فإن القياس لا يصح، لأن ذلك فيه تعدية لحكم الأصل مع أن حكم الأصل خاص. والتعدية، وانتبه لهذا، التعدية هي تعميم للحكم في المعنى، تعميم للحكم في المعنى. يقول المصنف رحمه الله الشرط الثالث ألا يكون الأصل مخصوصا بحكمه، ألا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، يعني بحكمه. فإنه، قوله فإنه إلى آخره، هذا دليل الشرط. فإنه إذا كان مخصوصاً تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا بطل الخصوص. قوله وإلا يعني ولو ألحق به غيره فإنه يبطل الخصوص. لماذا يبطل الخصوص؟ لأن التعدية تعميم في المعنى. ولهذا العلماء عندما تكلموا في العموم المعنوي ذكروا منه عموم العلة، فالعلة تفيد العموم من جهة المعنى. ولما ذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط
فصله وبين أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد ذكر هذه الأقسام الثلاثة على سبيل الإجمال ثم رجع وذكرها على سبيل التفصيل والتمثيل على طريقة المصنف رحمه الله، في أنه يذكر الأصل الكلي ثم ينتقل بعد ذلك لتفصيله، وهذه طريقة استعملها من أول الكتاب إلى آخره، وهي طريقة نافعة في التعليم، وذلك بأن يذكر الأصل الكلي ثم يفصل بعد ذلك، لأنه إذا ذكر الأصل الكلي صار عند طالب العلم تصور إجمالي عما سيذكر، وما يأتي بعده يكون تفصيلاً له يبنى على الأصل الكلي الذي تقدم تقريره. فالمصنف رحمه الله قال: وهذا الشرط ينفصل إلى ثلاثة أقسام، يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم نص الشرع على الخصوص فيه، أي ورد فيه دليل من القرآن أو دليل من السنة يبين أن حكم الأصل فيه حكم خاص، أو ثبت الإجماع على ذلك، أي أو أجمع العلماء على أن حكم الأصل خاص به، سواء عرفنا علة الأصل أم لم نعرف علته، وسواء وجدنا فرعاً توجد فيه علة هذا الأصل أو لم نجد له فرعاً. فالقسم الأول أن ينص الشارع على أن الحكم خاص، وذلك بأن نجد في القرآن أو في السنة أن الحكم خاص، ومثل ذلك لو أجمع العلماء على أن حكم الأصل خاص، وسيأتي أمثلة لهذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. القسم الثاني قال: وقسم لم ينص الشرع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه، لا يعقل معناه يعني لا تعرف علته، والعلماء يقولون لا يعقل يعني لا يدرك ولا يفهم، لأن الفهم يكون من جهة ماذا؟ من جهة العقل. لا يعقل معناه، والمراد بالمعنى العلة، والمتقدمون يعبرون بلفظ المعنى ويريدون به العلة، كما نص على ذلك الخطابي رحمه الله، فهم يطلقون المعنى ويريدون به العلة ولا يريدون به تفسير النص وبيان دلالة اللفظ، وإنما يريدون به المعنى. فهم قد يطلقون المعنى ويريدون به التفسير، وقد يطلقون المعنى ويريدون به العلة، فإذا وجدنا في كلامهم لفظ المعنى فإن السياق هو الذي يبين لنا المراد، هل هو تفسير اللفظ وبيان دلالته أو أن المراد به العلة. قال: فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل، يعني أنه لا يصح القياس عليه لأن المعنى الذي هو العلة معقول أو ليس معقولا، ليس معقولا، والقياس مبني على معرفة العلة، ولهذا إذا لم تعرف العلة فإنه لا يمكن القياس. وهذا القسم
وهو قوله قسم لم ينص الشرع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه، هو الذي يسميه العلماء بماذا؟ يسمونه التعبدي، ومرادهم بالتعبدي ما ليس معقول المعنى، أي أن علته ليست معروفة. وكونه لا تعرف علته لا يعني ذلك أنه ليس معللا، فإن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة كما سيأتينا في الكلام على العلة بإذن الله تعالى. فكونه لا يعقل معناه لا يعني أنه ليس معللا، لكن المقصود أن الفقهاء لم يدركوا العلة ولم يستطيعوا أن يتوصلوا لها بمسلك من مسالك العلة، ولهذا يعبرون عنه بأنه تعبدي. القسم الثالث قال: وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى. ومعنى كلامه أن هذا القسم عرفت علته بخلاف القسم الأول، فإن علته ليست معروفة، فهذا القسم عرفت علته لكن العلماء بحثوا ولم يجدوا له نظيرا يشاركه في العلة، بحثوا في الفروع الفقهية ولم يجدوا فرعا يشارك هذا الأصل في العلة. فإذا الأصل معلوم والعلة معلومة، لكن القياس هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يوجد أو لم يعلم فرع يشاركه في هذه العلة. يقول: وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى، أي أنه لم يوجد فرع يشاركه في المعنى. ولما ذكر هذه الأقسام على وجه الإجمال شرع في تفصيلها، فقال: فأما، وأما هنا أما التفصيلية، القسم الأول، والقسم الأول هو ما نص الشارع على أنه خاص بحكم الأصل، أو أجمع العلماء على أنه خاص بحكم الأصل. قال: فأما القسم الأول فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، فإنه كان مخصوصا بذلك. وهذا جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا، ثم إن الأعرابي أنكر بعد ذلك أنه باع الفرس على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بمن يشهد لك. فجاء خزيمة ولم يكن حاضرا أثناء العقد، وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه منك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف شهد وهو لم يحضر، فقال: يا رسول الله، إني أصدقك فيما ينزل الله عليك من السماء، أفلا أصدقك في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه، يعني أنه يكفيه. فهذا الحكم خاص بخزيمة رضي الله عنه. وهو معقول المعنى أو ليس معقول المعنى؟ هو معقول المعنى،
وهذا المعنى هو أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتضي ذلك أن يقاس على خزيمة من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القياس هنا لا يصح مع أن المعنى معقول لسبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الحكم خاص بخزيمة، وبناء على هذا لو شهد من هو أصدق من خزيمة وحده كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإن شهادته لا تقبل فيما يشترط فيه العدد في الشهادة. ولهذا لو جاء أبو بكر رضي الله عنه وشهد على بيع وحده فإنه لا بد من شاهد آخر، مع أنه أصدق من خزيمة رضي الله عنه، لكن هذا الحكم اختص بخزيمة رضي الله عنه لوجود الدليل الذي يدل على تخصيصه به، فلا يصح أن يقاس عليه غيره لا من الصحابة ولا من غيرهم، لأنه لو قيس عليه غيره هل يكون الحكم خاصا بخزيمة رضي الله عنه؟ لا يكون الحكم خاصا بخزيمة رضي الله عنه، وتبطل ماذا؟ تبطل خصوصية خزيمة رضي الله عنه بذلك. قال: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، فإنه كان مخصوصا بذلك. ثم ذكر دليلين على أنه رضي الله عنه كان مخصوصا بذلك، فقال: فإنه كان مخصوصا بذلك ومشتهرا به بين الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لو ألحق به غيره لجرى القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد في الشهود. قوله ومشتهرا به بين الصحابة رضي الله عنهم هذا دليل على خصوصية خزيمة رضي الله عنه. ثم ذكر الدليل على هذا الشرط فقال: ولأنه لو ألحق به غيره لجرى القياس، يعني للزم من ذلك لازم، وهو أن يجري القياس في كل شاهد، يعني ويكتفى بشهادة واحد، وبطل اعتبار العدد في الشهود، يعني فيما تشترط له فيما يشترط فيه العدد كالشهادة في العقود المالية أو في الحدود أو غيرها مما يشترط له العدد. فإذا لو حصل القياس على خزيمة للزم من ذلك لازم، وهو إبطال اعتبار العدد في الشهود فيما يشترط له العدد. هذا المثال الأول. المثال الثاني لهذا القسم قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. فأبو بردة وهو هاني ابن نيار البلوي خال البراء ابن عازب رضي الله عنه ضحى بعناق قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك.
فهذا الحكم خاص بأبي بردة رضي الله عنه، لأنه قال ماذا؟ ولا تجزي عن أحد بعدك. وهو معقول العلة أو ليس معقول العلة؟ هو معقول العلة، وهي أن أبا بردة رضي الله عنه كان فقيرا، ومع ذلك لا يصح القياس على أبي بردة. فلو أن شخصا فقيرا ضحى بعناق قبل صلاة العيد فإنها لا تجزي عنه، ولا يلحق بأبي بردة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الحكم خاص بأبي بردة رضي الله عنه، ولو ألحقنا به غيره فإنه تبطل خصوصية هذا الحكم بأبي بردة رضي الله عنه. وقوله عناق، العناق ما معناه؟ قالوا العناق هو ما لم يتم له سنة من أولاد المعز، هذا يسمى عناقا. ثم ذكر مثالا ثالثا فقال: وكاختصاص سالم، أي سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، بالرضاع وهو كبير. فإن سهلة بنت سهيل جاءت إلى أبي حذيفة رضي الله عنه وقالت له: إن سالما يدخل علي، وقد علمت من حاله ما علمت، تشير إلى أنه قد بلغ. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. فهذا الحكم أخذ منه بعض العلماء وهم الظاهرية أنه تجوز رضاعة الكبير، لأن سهلة بنت سهيل أرضعت سالما وهو كبير، فأخذوا بظاهر هذا الحديث. لكن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن هذا الحكم خاص بسالم، ودليل التخصيص هو ما جاء من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما لأنه لا يثبت الرضاع إلا إذا كان دون الحولين، أما إذا كان بعد الحولين فإنه لا يثبت الرضاع حينئذ. فلهذا قالوا هذا الحكم خاص بسالم رضي الله عنه، جمعا بين قصة سالم والأحاديث التي تدل على أنه لا تثبت الحرمة في الرضاع إلا إذا كان الرضاع في الحولين. ومن أهل العلم من جمع بينها من وجه آخر فقال: رضاع الكبير إنما ينشر الحرمة عند الحاجة إذا وجدت حاجة لذلك، وهذا اختاره بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. والفرق بين رأيهم ورأي الظاهرية أن الظاهرية يقولون رضاعة الكبير تثبت بها الحرمة مطلقا سواء وجدت حاجة أو لم توجد حاجة، لأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فقيدوا ذلك بالحاجة وقالوا هذا يحصل به الجمع بين النصوص. والمصنف رحمه الله يوافق جمهور العلماء ويرى أن هذا الحكم خاص بسالم رضي الله عنه،
وعلته معقولة أو ليست معقولة؟ علته معقولة، وهي ماذا؟ وهي رفع الحرج عن أبي حذيفة وزوجه سهلة بنت سهيل. ومع أن العلة معقولة إلا أن القياس هنا يصح أو لا يصح؟ القياس هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الحكم خاص بسالم رضي الله عنه، والأحكام الخاصة بمحلها يسميها العلماء بقضايا الأعيان. قضايا الأعيان هي الأحكام الخاصة بمحلها. وبناء على هذا فإن شهادة خزيمة رضي الله عنه وحده، فإن قبول شهادة خزيمة رضي الله عنه وحده تسمى قضية عين، وإجزاء العناق في الأضحية عن أبي بردة رضي الله عنه يسمى قضية عين، واختصاص سالم رضي الله عنه بالرضاع وهو كبير يسمى قضية عين. فالأحكام الخاصة بمحلها تسمى قضايا أعيان. قال: وكاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير حتى صار يدخل على عائشة رضي الله عنها من غير حجاب. هكذا عندكم في النسخ؟ حتى صار يدخل على عائشة. لعل هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله، وجل من لا يسهو، وصوابه حتى يدخل على سهلة بنت سهيل. وأما عائشة رضي الله عنها فكانت لا ترى أن الحكم يختص بسالم، بل ترى أنه يعدى إلى غيره، ولهذا كانت تأمر لبنات أخيها عبد الرحمن أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها. فما ذكره هنا في قوله حتى صار يدخل على عائشة رضي الله عنها من غير حجاب يبطل ما قرره من كون الحكم الذي ثبت خصوصه لا يعدى إلى غيره. فهذا سبق قلم من المصنف رحمه الله، وهو إمام كبير، وسبق القلم والسهو لا يستغرب على أي كائن كان، فقد يسبق القلم وقد يسبق اللسان وقد يسبق الفهم بالخطأ. وقوله حتى صار، هذا فيه تنبيه على أمر مهم، وهو بيان أثر اختصاص سالم رضي الله عنه بالرضاع، وهو أنه كان يدخل على سهلة بنت سهيل مع أنه رضع وهو كبير، فهذا يدل على أن رضاعه وهو كبير ثبتت به ماذا؟ ثبتت به المحرمية، لأنه لو لم تثبت به المحرمية هل يدخل عليها؟ لا يدخل عليها، فهذا يدل على أن إرضاعها له إرضاع مؤثر أو ليس مؤثرا، أنه إرضاع مؤثر في إثبات المحرمية. فهذه فائدة قوله حتى صار يدخل على سهلة رضي الله عنها من غير حجاب، لأنه لو كان الرضاع في هذه الحال ليس مؤثرا هل يجوز له أن يدخل عليها من غير حجاب؟ لا يجوز له أن يدخل عليها من غير حجاب. قال: وفي معنى هذا ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام.
في معنى هذا الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى القسم الأول، إلى القسم الأول، وهو ما دل دليل على أن الحكم خاص بالأصل. يقول: وفي معنى هذا ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولا يلحق به غيره فيها. ومعنى هذا أن الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق به غيره من الأمة فيها، لأنه لو ألحق به غيره هل تبقى الخصوصية أو تبطل؟ تبطل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء قاعدة تتعلق بالقياس والخصائص، فقالوا: لا يقاس على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا الكلام على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كلام المصنف رحمه الله على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن من أنواع أفعاله ما يكون خاصاً به صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله يقول: وفي معنى هذا، أي معنى هذا القسم، ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام، كما تقدم معنا كوجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال بأنه قد نسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب وبقي الاستحباب. وكجواز نكاح أكثر من أربع حرائر فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره. وفي هذه النسخة وفي النسخ التي عندكم: ولا يلحق به غيره فيها، بالواو. ولعل الأنسب أن يقال فلا يلحق به غيره فيها، حتى يكون تفريعا على ما قبله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن العلماء بعد أن اتفقوا على أن ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، اختلفوا في بعض الفروع هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فمن قال خاصة قال لا يقاس عليه، ومن قال ليست خاصة قال يقاس عليه. فالخلاف بينهم في كونها خاصة أو ليست خاصة، وليس في كون الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليه، لأنهم متفقون على أن ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقاس عليه، لأن لو قلنا يقاس عليه لبطلت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا، فمن ذلك الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع منه وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، والحنفية يردون ذلك إلى سقوط المهر لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ. والشافعية ترى أن اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه، ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين.
ومن ذلك جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره، وأمثال هذا القسم كثير. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، ذكر أن العلماء اختلفوا في بعض الفروع الفقهية هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وانبنى على هذا الخلاف في صحة القياس عليه أو لا. فمن قال هي خاصة به صلى الله عليه وسلم قال لا يقاس عليه، ومن قال ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاس عليه. فيستفاد الحكم من القياس، ويستفاد أيضا من أمر آخر، وهو أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق أمته إلا إذا جاء دليل على خلاف ذلك. وذكر المصنف رحمه الله فرعين: الفرع الأول جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له عقد النكاح بالهبة لنفسه، والدليل على ذلك حديث الواهبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي، ولم ينكر عليها. وأيضا ورد هذا في القرآن في قوله: وامرأة وهبت نفسها للنبي واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وذلك على قولين: القول الأول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قالوا: وهذا نص في أن النكاح بلفظ الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجهين في الآية. الوجه الأول قوله خالصة، والوجه الثاني قوله من دون المؤمنين، مع أن قوله خالصة يكفي في الدلالة أو لا يكفي؟ يكفي، إلا أنه مع ذلك قال من دون المؤمنين، والدلالات يقوي بعضها بعضا. وقد ذكر المصنف رحمه الله ذلك في قوله: فمن ذلك الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية، هذا هو القول الأول يعني وفاقا للحنابلة، تمنع منه. الضمير هنا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى القياس، يعني تمنع من القياس، لأنها ترى ماذا؟ أن النكاح بلفظ الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: تمنع منه، يعني من القياس على النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح بلفظ الهبة، وترى أنه، الضمير الثاني هنا راجع إلى أي شيء؟ النكاح بلفظ الهبة. فانظر إلى الضمير إلى مرجع الضمير الأول ومرجع الضمير الثاني. وكثيرا ما تكون الضمائر من أسباب الإبهام والإجمال، وتقدم معنا في الكلام على المجمل أن الضمير من أسباب وقوع الإجمال والاحتمال في الفهم.
قال وترى أنه، يعني أن النكاح بلفظ الهبة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. القول الثاني لأن النكاح بلفظ الهبة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الحنفية، فيقولون النكاح بلفظ الهبة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وإنما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو سقوط المهر في النكاح بلفظ الهبة، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيصح نكاحه بلفظ الهبة لكن لا يسقط المهر، فهذا الفرق بينه عندهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس النكاح بلفظ الهبة، وإنما هو سقوط المهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لماذا فرقتم بين سقوط المهر، فقلتم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنكاح بلفظ الهبة فقلتم هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب عندهم أنهم يقولون سقوط المهر هو الذي يظهر به شرف النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف النكاح بلفظ الهبة فهذا لفظ لا يظهر به الشرف لأنه يكفي عنه أي لفظ من الألفاظ. يقول والحنفية يردون ذلك إلى سقوط المهر. يردون ذلك، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين، إلى سقوط المهر، لأن به يظهر الشرف، يعني لأن سقوط المهر عن النبي صلى الله عليه وسلم به يظهر الشرف، يعني الشرف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الحرج يعني عنه، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ وهو النكاح بلفظ الهبة، يعني فإن هذا لا يظهر به الشرف. قال رحمه الله والشافعية ترى أن اختصاصه باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه، ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين. قوله والشافعية يعني والحنابلة كذلك، هذا جواب عن التفريق الذي ذكره الحنفية. قوله والشافعية إلى آخره، هذا جواب عن دليل الحنفية. ترى أن اختصاصه باللفظ تابع، أن اختصاصه باللفظ يعني وهو لفظ الهبة تابع لاختصاصه بمعناه وهو سقوط المهر. فيقولون اختصاصه باللفظ تابع لاختصاصه بسقوط المهر، فإذا كان المهر يسقط عنه فإنه يتبعه، أنه يتبعه أنه لا، أنه يجوز نكاحه بلفظ الهبة، وسقوط المهر خاص به فيكون النكاح بلفظ الهبة خاصا به لأنه تابع لسقوط المهر. هذا معنى كلامه. يقول
والشافعية ترى أن اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ أي بلفظ الهبة تابع لاختصاصه بمعناه وهو لسقوط المهر وجواز النكاح من غير عوض. ثم ذكر أن المالكية لهم في المسألة قولان: قول أن النكاح بلفظ الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا يوافقون الشافعية والحنابلة، وقول أن النكاح بلفظ الهبة لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يوافقون الحنفية. والمشهور عند المالكية القول بأن النكاح بلفظ الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا، فيه يعني في النكاح بلفظ الهبة عندنا في المذهب، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله، على قولين. ولأجل ذلك، الإشارة هنا إلى ماذا؟ ها؟ الخلاف في كون النكاح بلفظ الهبة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وقع خلاف بينهم، فمنهم من قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا يصح، بناء على هذا لا يصح القياس عليه. والقول الثاني أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فإنه يصح القياس عليه. لأجل ذلك يعني لأجل الخلاف في النكاح بلفظ الهبة اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين. في أي شيء؟ في أنه يصح القياس على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصح، فهناك عندهم قولان. ما سبب هذين القولين عندهم؟ الخلاف في كون النكاح بلفظ الهبة خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. الفرع الثاني قال: ومن ذلك جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره، وأمثال هذا القسم كثير. هذا الفرع الثاني، وهو: هل يجوز للسيد أن يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقا لها أو أنه لا يجوز؟ وقع في ذلك خلاف بين الفقهاء. ومذهب المصنف رحمه الله لأنه يجوز، وهو كذلك مذهب الحنابلة، فإنهم يرون أنه يجوز عتق الأمة وأن يجعل عتقها صداقا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقا لها. ولهذا عندما يعرفون النكاح يعرفونه بأنه ماذا؟ لما يعرف الحنابلة النكاح يقولون هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. قولهم في الجملة ذكروه لإدخال هذه الصورة، وهي جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقا لها. فوقع الخلاف: هل يصح أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره أو لا؟ على قولين. من العلماء من قال لا يصح، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال يصح، لأن هذا
ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله يقول الأمثلة لذلك كثيرة، فإن العلماء اختلفوا في مسائل هل يصح القياس فيها أو لا بناء على خلافهم في أمر آخر، وهو أن الحكم هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وهذا من بناء الخلاف على الخلاف. والقاعدة التي تقدمت معنا عند الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل الخصوصية أو عدم الخصوصية، عدم الخصوصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبناء على هذا فإن من يدعي الخصوصية لا بد أن يقيم الدليل على ذلك. وعلى هذا فأي الجانبين أقوى، جانب مدعي الخصوصية أو جانب مدعي عدم الخصوصية؟ الثاني، جانب مدعي عدم الخصوصية. لماذا جانبه أقوى؟ لأن معه الأصل، ومن كان الأصل معه فإن قوله يكون الأقوى. نعم. قال رحمه الله: أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع، ومن ذلك اختلاف العلماء في الإحرام هل ينقطع بالموت أو لا، وينبني على هذا جواز تطيب المحرم إذا مات، واختلافهم في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أم لا، وقد ورد في الخبر أن أعرابيا وقصت به ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقال صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعرابي وبشهداء قتلى أحد فلا يلحق بهم غيرهم، والشافعية ترى أن ذلك غير مخصوص بهم فيلحق بهم غيرهم. وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا أن حديث الأعرابي مخصوص فلا يلحق به غيره، وحديث الشهداء عام. نعم. ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة، وهي إذا وقع الخلاف بين الخصمين، والمراد بالخصمين المستدل والمعترض، وهذا مصطلح جدلي، إذا قال العلماء اختلف الخصمان فيريدان بذلك المستدل والمعترض. إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل أي المقيس عليه مخصوصا بالنص أو مخصوصا أيضا بالإجماع، فقال أحدهما الحكم الأصل خاص به، وقال الآخر ليس خاصا به، فهل يرجح قول مدعي الخصوصية أو قول مدعي عدم الخصوصية؟ قال المصنف رحمه الله الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع، لأن الأصل في الأحكام ما هو؟ العموم وعدم الخصوصية، فما ثبت في حق أحد من الصحابة أو غيرهم بل حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم اختصاصه به، إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك، ولهذا قال
فإن الظاهر حمله على عدم الخصوصية حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع. وما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنه يصح القياس عليه ما دام أنه حمل على عدم الخصوصية، فإنه يصح القياس عليه، بخلاف ما لو قلنا إنه يختص به فإنه لا يصح القياس عليه، لأن القياس لا يدخل في الخصائص. ثم ضرب المصنف لذلك مثالين، فقال في المثال الأول: ومن ذلك اختلاف العلماء في الإحرام هل ينقطع بالموت أو لا. وينبني على هذا جواز تطيب المحرم إذا مات، يعني أو عدم جوازه. فإذا قلنا إن الإحرام لا ينقطع بالموت فإنه لا يجوز تطيب المحرم، وإذا قلنا إنه ينقطع بالموت فإنه يجوز تطيب المحرم. وهذا فرع مبني على فرع آخر، لأن الفرع قد يبنى على فرع وقد يبنى على أصل. وسيذكر بعد قليل الخلاف في هذه المسألة. ثم ذكر المثال الثاني فقال: واختلافهم في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أم لا. وقد ورد في الخبر أن أعرابياً وقصت به ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. وهذا يتعلق بالمسألة الأولى. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة إلى آخره. وهذا يتعلق بالمسألة الثانية. ثم ذكر خلاف العلماء فقال: فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعراب وبشهداء قتل أحد، يعني ترى أن الحكم في المسألتين خاص بمن ورد فيه الخبران. فمن مات، فالصحابي رضي الله عنه الذي وقصته راحلته، يعني أسقطته واندقت عنقه ومات، يختص الحكم به عندهم. وكذلك عدم تغسيل الشهيد يختص بشهداء أحد عندهم. واستدلوا على ذلك بأمرين، استدلوا على الخصوصية بأمرين. الأمر الأول أن لفظ الحديثين ورد خاصا، فقوله لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا هذا خاص بالصحابي رضي الله عنه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من وقصته راحلته وهو محرم فلا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، بل قال في الصحابي: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. وهذا لفظ خاص أو لفظ عام؟ هذا لفظ خاص. وكذلك في شهداء أحد قال: زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا أيضا لفظ خاص، ليس فيه صيغة، ليس فيه عموم. زملوهم يعني ليس فيه عموم لهم ولغيرهم، وإن كان عاما لجميع شهداء أحد. الدليل الثاني أنهم قالوا:
لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على إخلاصهم فجعل الحكم خاصا بهم. وغيرهم هل يمكن الاطلاع على إخلاصه؟ لا يمكن الاطلاع على إخلاصه. قالوا: وإذا تقرر أن الحكم خاص بالصحابي الذي وقصته راحلته وبشهداء أحد، فإنه ينبني على ذلك أنه لا يصح القياس عليهم، وهذا هو المذهب الأول في المسألتين. قال: فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعراب وبشهداء قتل أحد، فلا يعني يتفرع على ذلك أنه لا يلحق بهم غيرهم لأن الحكم خاص بهم. القول الثاني قال: والشافعية يعني وفاقا للحنابلة ترى أن ذلك غير مخصوص بهم يعني في المسألتين، واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الأصل أن ما ثبت في حق أحد من الصحابة رضي الله عنهم فإنه يثبت في حق غيرهم من الأمة إلا إذا جاء دليل مخصص. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة عامة في الحديث الأول في قوله: لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا تعليل. لماذا يبعث يوم القيامة ملبيا؟ لأنه محرم. والإحرام هل يختص بهذا الصحابي؟ الإحرام لا يختص بهذا الصحابي، فالعلة هنا علة عامة، وإذا كانت العلة عامة فإن الحكم يكون خاصا أو يكون عاما، فإن الحكم لا يكون عاما. وأيضا قوله في الحديث قتل أحد فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما، فإن هذه العلة أيضا علة عامة لأن غيرهم يجرح، أليس كذلك؟ وإذا كانت العلة عامة فإن الحكم يكون عاما. القول الثالث التفصيل في المسألة، وهو مذهب المالكية، وقد ذكروا في قوله: وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا أن حديث الأعراب مخصوص به، ينبني على ذلك أنه لا يقاس عليه، ولهذا قال: فلا يلحق به غيره. وحديث الشهداء عام يعني فيلحق بهم غيرهم فيصح القياس، هذا تمام كلامه. قد يقول قائل: لماذا فرق الحنفية بين المسألتين، عفوا فرق المالكية بين المسألتين؟ فقالوا: الأعرابي الحكم مخصوص به بخلاف شهداء أحد. والجواب على ذلك أنهم لعلهم فرقوا بينهما نظرا إلى الضمير في قوله: لا تخمروا رأسه، فإن هذا الضمير جمع أو يدل على الجمع أو يدل على المفرد، هذا ضمير للمفرد فيختص الحكم به. أما في شهداء أحد فقال: فإنهم
فالضمير هنا ضمير جمع، وضمير الجمع يدل على ماذا؟ يدل على العموم، فلا يختص الحكم بهم. فلعلهم فرقوا بين الصورتين بسبب اختلاف الضمير، فإن الضمير الأول مفرد والضمير الثاني لجمع، وكل واحد منهما له دلالته. ثم انتقل للقسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها، وهو ما لا يعقل معناه، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بعون الله وتوفيقه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.